بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن أداة مهمة جدا، فيد اي كيو. الأداة دي بتقدر من خلال انت تعمل get more view on يوتيوب، تزود المشاهدات والاشتراكات، لأنها بترفع ترتيب الفيديوهات بطريقة رهيبة جدا. تمام، تقدر من خلالها بتزود الأورجانيك ريتش، الناس اللي عن طريق البحث. تقريبا 3/4 مستخدمين يوتيوب هما بيستخدموا هذه الأداة. تمام، بتقدر من خلال انت تقدر تلعب في السيو وتشوف المنافسين ليك وتاخد منهم كلمات المفتاحية والوصف، تقدر تضيفه عندك بحيث ان ترتيب الفيديو بتاعك يوصل معهم في اعلى مستويات، وبحيث كمان ان اليوتيوب يقدر يضيفه في الترشيحات، فبذلك انت بتقدر تحصل على اورجانيك ريتش اكتر وبدون ما تصرف فلوس في الدعاية. في منها واحدة فري، وفي منها إضافات تانية باشتراكات مختلفة. في مثلا البرو دي ب$7.50 في الشهر، والبوست دي ب$39. احنا النهاردة هنقدر نستخدم الأداة اللي هي انتربرايز، ودي متكركة من دكتور فرفر ببلاش. احنا أول حاجة هنسطب الأداة الفري الاكستنشن بتاعت على جوجل كروم، زي ما احنا شايفين دلوقتي دخلنا على جوجل كروم في الاكستنشنز او الاضافات المتجر، بنضيف الاداة. بنعمل اضافة اد اكستنشن، يقدر تتحمل بعد كده تسطب. نزلت معانا، بنعمل ايه؟ بندخل على temp.email.org وبنعمل ايميل وهمي او ايميل مؤقت. ناخد كوبي، بنروح نسجل على جوجل كروم في الاداة، نكتب الايميل كلمة السر، بعد كده نعمل دخول. تمام، دي كده البيزك. بعد كده بنروح على المتصفح، في عندك اوبرا او ياندكس، اي حاجة زي اللي انت زي ما تحب. انا هنا شغال على ياندكس، ودي الاداة الانتربرايز فول اكتيفيتد، دي انتربرايز مش الفري اللي احنا سطبنا. احنا بس بنسطب بتاعت جوجل كروم عشان نقدر ان احنا نسطب دي وتقبل معانا. نفتح المتصفح، بعد كده اضافات الادون، نسحب الاضافة زي ما احنا شايفين ونرميها في المتصفح، تبدأ تثبت لوحدها. بنقول له اد اكستنشن، الإضافة دي من دكتور فرفر جزاه الله خيرا، هو اللي موفر عنا ببلاش. بنعمل لوج إن باليوزر نيم، الإيميل والكلمة السر اللي احنا سجلنا بيهم قبل كده، وهنا الأداة انتربرايز. تمام، الأداة دي قوية جدا وفيها مميزات جميلة جدا وكتيرة جدا، وتقدر ترفع قنوات اليوتيوب في لحظات. الناس المبتدئين والناس القدام كلهم ميقدروش يستغنوا عن هذه الأداة. وتعالوا مع بعض كده نشوف إمكانياتها. اي فيديو مثلا على سبيل المثال، الفيديو ده بيجيب لك كل تفاصيل الفيديو، والسيو هو سيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني بمعنى اصح بيجيب لك كل تفاصيل الفيديو ونقط الضعف اللي انت ممكن تاخدها وتعدل عليها، بحيث ان انت ترتيب فيديو بتاعك يعلى عن كده. انا بيجيب لك التايتل والتاج
والديسكريبشن والكارد، وفي بقى حاجات هو بيرشحها لك ان انت تعملها. ندخل مثلا على القناة بتاعتنا، ندخل على الفيديوز ونختار اي فيديو على سبيل المثال، مثلا الفيديو ده نعمل له ايديت. تمام، بعد ما بنعمل ايديت بتظهر اضافات البرنامج على الجنب هنا. الحاجات دي طبعا في الطبيعة ما بتظهرش. بيقول لك الفيديو سي بتاعه 39% التاج. تمام، هنا بيجيب لك الفيديوهات المنافسة للفيديو بتاعك، وتقدر ان انت من خلالها تسحب اي تاج، تضغط على زائد تضاف عندك في الفيديو بتاعك، وده طبعا بيرفع ترتيب الفيديو بتاعك. انا هنا طبعا بيتكلم في حاجات تانية زي الايفون وكده، احنا بنتكلم عن في بي ان. فبنعمل ايه؟ بندخل على السيرش ونكتب في بي ان. هنا طبعا الارقام بتاعتك اللي هي ترتيب الفيديو. هنا بقى الاكس الاحمر ده اللي هو ايه، بيرشح لك ان لو حاجات اللي ناقصه عندك اللي بيرشح لك ان انت تعملها، زي مثلا تشير الفيديو على تويتر وعلى الفيس، كل حاجات تقدر تعملها وتزود ترتيب الفيديو بتاعك. ده الرانك تاج 0 من 5. هنا طبعا ممكن نبحث بقى عن الكلمة بتاعتنا اللي هي في بي ان اللي الفيديو بيتكلم عليه. بيجيب لك فيديوهات تانية مشابهة بتتكلم على الفي بي ان بكل سهولة. اختار التاج او الكيورد المناسبة للفيديو واضغط على علامة الزائد، بتضاف عندها في الفيديو بتاعي. هنا ترتيب الفيديو اترفع، كان 0 من 5 بقى 5 من 5. كل ما تظبط في الفيديو اكتر وتاخد وقت اكتر، كل ما ترتيبه بيعلى. بشوف اي كيورد او تاج مناسب للفيديو بضيفه. هنا طبعا التاجز بقت اعلى من المقرر، لان المفروض ان ما عندش 500 حرف، فاحنا عديناهم، فممكن نمسح شوية عشان يقدر يقبل الحفظ. شوف بقى 5 من 5، وكل ما تشتغل كل ما يعلى. يعني انت لو شيرت على تويتر والفيسبوك وعملت ريبلاي او رد على اي كومنت، كل ده بيرفع طبعا زي ما هو موضح لك. هنا بنقدر نمسح شوية تاجز عشان يقبل معانا كده. جميل، اول نضغط سيف.